انه من رصانه التحليل اللبناني ممثل في الاستاذ علي الزين الى عمق الرؤيه السودانيه ممثله في الكاتب الصحفي السوداني الاستاذ ياسر قاسم. استاذ ياسر مساء الخير. مساء النور. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتي لك زميلي زعيم المنيسي وتحيات خاصه للباشمهندس عادل القيعي. وقبل كده لابد من تقديم التهنئه لجمهور الاهلي وكل منسوبي الاهلي داخل مصر وخارج مصر بالانجاز الكبير اللي حققه النادي وحصوله على اللقب 15 في دوري ابطال افريقيا. قبل ما اساله واسال اي حاجه يعني عايز اقول لك قلوبنا معكم طبعا. وباذن الله ربنا يعني يدخر الخير للسودان ويعدي كل ازمات. واحنا لما نقول السودان هو شقيق بالمعنى الحقيقي التاريخ بيقول كده. اتفضل بقى متعنا برؤيتك الصائبه. الله يكرمك يا باشمهندس. وقبل كل شيء لابد من تقديم التحيه والتقدير لفخامه رئيس عبد الفتاح السيسي وحكومه وشعب مصر على القلوب اللي فتحوها قلوبهم ومشاعرهم تجاه أشقاء من الشعب السوداني في الظروف وفي المحنة العالم عارفة حاليا. ونتمنى بأنه ربنا يزيل المحنة الحالية والسودان ومصر وكل الشعوب العربية تنعم بالخير وبالسلام إن شاء الله. أستاذ ياسر خليني يعني أحييك بأثر رجعي لأن أنت كان ليك رأي موضوعي وأمين جداً أثناء مباراة الأهلي والهلال وما حدث فيها من أحداث. وقتها أنت كتبت مشكورا وأعتقد كان ليك مداخلة معانا من هنا لمت ما حدث في الخرطوم ودعوت إلى وحدة الصف وإلى الابتعاد عن كل هذه التوترات. والأهلي كمل في طريقه والهلال يعني لم يكتب ليه الاستمرار. فتحية ليك بأثر رجعي. الخط قطع ولا إيه؟ أستاذ ياسر الى ان نسترد الاستاذ ياسر مره اخرى. انت لسه معانا لسه معانا معانا استاذ ياسر. يعني الاعلامي دي قبل الامكان الواحد بيكون قدامه الحقائق. لما انا كتبت ما كتبت يعني كثير من الاخوه في نادي الهلال والاخوه السودانيين انه زعلانين، لكن في النهايه الحقيقه هي اللي تبغى حتى لو ما تكشفت لبعض الناس العاطفيين في وقتها، لكن لاحقا حتكتشف. وفي النهايه ده اللي حصل. انا في تقديري كان انه الاهلي ما كان عنده اي ذنب تجاه الشيء اللي حصل له، والهلال تضرر منه بالمناسبه. انا في تقديري الهلال هو اللي تضرر من مساله تحميل المباراه اللي حصلت في انضمام اكثر مما تحتمل. اي يعني الهلال لم يستفد من فوزه على الاهلي بسبب انه حمل المساله اكثر مما تحتمل ومنح الاهلي في المباراه اللي في القاهره هو تبع معنويه جيده والاهلي استفاد منها. عايز ارجع لمساله فوز الاهلي بالبطوله. اي حقيقه الناس كلها بتستغرب انه الاهلي تاهل بصعوبه وانه ركله الجزاء اللي ضاعت من الهلال، لكن في النهايه الناس لازم تعرف انه اي بطوله بنظامها واي فريق بيتعامل مع البطوله بحسب نظامه. البطوله دي معروف نظامها في دوري المجموعات تختلف من النوك اوت من خروج المغلوب. اذا لاحظنا الاهلي في الاربع نهائيات اللي وصلها في اخر اربع سنوات وحقق فيها ثلاثه القاب، الاهلي بيتاهل كثاني مجموعه. ودي ما حاجه بتنتقص من الاهلي، بالعكس حاجه بتشرف الاهلي بانه بيعرف كيف يتعامل مع كل بطوله حسب مراحلها. وما بننسى انه في السنوات الاخيره البطولات متداخله للاهلي، الاهلي بيلعب بطولات كاس عالم بطولتين في سنه واحده، والاهلي بيلعب بيوصل للنهائيات كل سنه. الاشياء دي لابد من انه تجعل الاهلي يتعامل مع كل بطوله بمجهود معين. الاهلي مجرد ما يتاهل من مرحله المجموعات بتشوف الاهلي فريق مختلف تماما. واذا انت بتعرف كره قدم تيقن تماما انه الاهلي مجرد ما يدخل لمرحله الاقصائيات
هو المرشح رقم واحد للوصول للنهائي. خليني اسال في الجزئيه ديت يا استاذ ياسر، ليه؟ لماذا يختلف الاهلي في ادوار المجموعات ويتحول الى فريق اخر في الاقصائيات؟ ايوه اوليك ليش؟ لانه الاهلي في النهايه بيعتمد على منظومه عمل مؤسسه متكامله. ما بنتكلم عن لاعب معين، ولا بنتكلم عن مدرب، ولا بنتكلم عن رئيس نادي هو اللي لازم. الاشياء دي في الاهلي ما غير موجوده. الاهلي كل المنظومه عباره عن فيروس بتشتغل في منظومه واحده، مهما تغير فيروس واحد الفيروس. الصوت استاذ ياسر. سبعه مدربين احرز لقب دوري ابطال افريقيا بالمدرب الثاني وبمساعد المدرب وبالمدرب الاول، احرز لقب ابطال افريقيا بالحارس المعروف عصام الحضري، واحرز لقب ابطال افريقيا بالحارس الاحتياطي. دي كل اشياء بتاكد لك انه الاهلي نادي فعلا هو مؤسسه ومختلف تماما عن كل الانديه. يعني مختلف عن الانديه في افريقيا والانديه في محيطه، وبيستحق فعلا الشيء اللي حصل عليه بالارقام وبالحقائق. لما نشوف الاهلي خامس افضل نادي في العالم في الايام السابقه، دي نتيجه ارقام ونتيجه حقائق. يعني الكلام الانشائي والكلام بتاع التقليل منه والاشياء دي في النهايه ما بتنفع امام مؤسسات دوليه بتختار الاهلي وبتصنف الاهلي في مصاف انديه العالم. يعني احنا طبعا والشيء الناس اللي تحدثوا فيه عن المجاملات الاشياء دي انا تناولتها، بس انا في مغالي انت لما تيجي تشوف الاهلي وصل 16 نهائي واحرز اللقب 11 مره. ال 11 مره فيهم احرز اللقب 6 مرات خارج مصر. يعني كيف انت بتتكلم عن المجاملات باي منطق؟ والاشياء دي الاهلي يحرز اللقب بدون اطلاع توقيع في كل الالغاب، كل الالغاب ال 11 الاهلي لم يحصل على لقب بدون اطلاع توقيع. فدي كل اشياء. انا برجع لقصه ركله الجزاء المهدره اللي اهدرها اكثر طاهر. ايوه انا شايف انه المساله الناس بتتوقف في تفاصيل هي جزء من كرة القدم. يعني انت بتتحدث عن حاجه جزء من كرة القدم. عندك منتخب الارجنتين اول مباراه في كاس العالم الاخير خسر من السعوديه. صحيح. هل معنى كده انه هو ما مؤهل هو ياخذ لقب العالم؟ يبقى السعوديه تاخذ كاس العالم باعتبار ان هي كسبت الفريق اللي كسب البطوله. ايطاليا في مونديال 82 ما حققت اي فوز في دوري المجموعات. اي فوز ما حققته. اخذت كاس العالم. ده المفارقه يا استاذ ياسر انه حارس المرمى ويليامز بتاع صن داونز اللي صد كوره قطر الطاهر هو اللي قبلها صد كوره محمد هاني في ماتش الاهلي، نفس الحارس. وهو نفس الحارس اللي اخطا في الهدف اللي سجله بتاع الهلال. ايوه. هو احنا بعيدا عن كل التفاصيل، كل اللي نرجوه ونتمناه، لان الهلال بالذات كانت له مع الاهلي علاقات خاصه جدا. انا خبرت يعني عندما كنت مسؤولا في النادي الاهلي جاءني وفد او جاء للنادي الاهلي وفد برئاسه اعتقد كان صلاح ادريس، مش متذكر مين كان رئيس اعتقد، جاء على النادي الاهلي يزور النادي الاهلي وسالني ما ترشح لنا مدرب يجي الهلال. انا وقتها رشحت له الكابتن مصطفى يونس، وراح الكابتن مصطفى يونس وكسب معاهم بطوله الدوري، واذا كانت ثقه والتواصل كان على اعلى ما يكون. لا سمحه الله في من عبث في هذه العلاقه هنا او هناك، ولكن نناشد اصحاب الرصانه والعقل والحكمه امثال الاستاذ ياسر وامثاله، وبنفتقد السر جدور عليه رحمه الله انهم يعني يفهموا الاجيال اللي موجوده دلوقتي يعني ايه علاقات بين الاهلي واشقائه، سواء المريخ او سواء الهلال، لان احنا السودان عندنا حاجه غاليه قوي. حقيقه يا باشمهندس، حقيقه والمعلومه اللي تفضلت بها
اتفضل. حقيقة كلماتك الطيبة دي والمعلومة اللي تفضلت بها هي حقيقية 100%. أنا بشهد على الحادثة دي، الحادثة دي سنة 2003 فعلا، رئيس نادي الهلال السيد صلاح أحمد إدريس جاء عن طريقه الكابتن مصطفى يونس، هو أول تدريب لكابتن مصطفى يونس في السودان كان عن طريق الهلال. زي ما تفضلت يا باشمهندس انه العلاقات، انا ذكرت المساله دي، علاقات الهلال والاهلي تحديدا وعلاقه مصر والسودان بشكل عام، علاقه عميقه جدا، يعني من ايام سابقه، من زمن الكابتن رفعت الفناجيلي، كابتن المايسترو صالح سليم، كل الهلالات. انا بقول لك كل الهلالات اللي بيعرفوا تاريخ وبيعرفوا العلاقه دي هم بيشهدوا بانه المسألة بتاعت العلاقة الخصوصية دي ما في أي منطق ولا في أي داعي لأنه الناس تشوشر عليها وتحاول تنقل الخلافات المحلية اللي تتعرض لها الأهلي في مصر تنقل عشان هي تتبناها. المسألة دي مفهومة، يعني مفهومة للناس العقلانية، يعني بعض الناس يحاولوا خلافات الأهلي المحلية المعروفة هناك في مصر يحاولوا يتبنوها بدون أي داعي. انت عارف الكابتن صالح رحمه الله عليه، يعني يا استاذ ياسر، الكابتن صالح رحمه الله عليه وعندما كنت اتحدث معه، طبعا احنا بنعتز بسليمان فارس وامين زكي ورحمه الله على اللي لقى ربه ويدي الصحه للباقي، اسامه يوسف وابراهيم كبير. فكان الكابتن صالح يقول لي ايه؟ يقول لي اعظم مدافع شافه في حياته، مش لعب معاه وبس، كان سليمان فارس. قال لي كان إعجوبة وكان لاعب فز يعني. فهكذا إحنا يعني نعتز برموز ونجوم السودان كأهلوية، متعونا وضافوا عليه، والنهاردة شط أهو عايش معانا وكأنه من قيادات الكرة في النادي. يعني بنفس المستوى يا زميلي إبراهيم، والله نحن بنعتز. وعلى ذكر الأسماء اللي ذكرها كابتن عدلي، الكابتن وسام يوسف عمرقه هو جاري وغريبي في نفس الوقت، هو من اللاعبين الأستاذ اللي قدموا للاهلي. صحيح، جاب لنا كاس مصر، جاب كاس مصر. ايوه كابتن وسام وكابتن سليمان فارس. زي ما تفضل الباشمهندس، يعني كابتن سليمان فارس انا ذكرته في يوم من الايام انه هو اول من اطلق عليه لقب السد العالي. ايوه، السد العالي كان في بداياته كمشروع قومي وصوت عربي كبير. صح، اللقب دي اول من اطلق عليه واطلقته الصحافه المصريه على الكابتن سليمان فارس رحمه الله. ونذكر الكابتن عبد المنعم شطه، يعني عبد المنعم شطه واحد من الاسماء السودانيه اللي احنا بنعتز بها، والوسط الرياضي في مصر بيعتز فيه. يعني بكل اشياء بتدل على عمق العلاقه التاريخيه المتجذره. وانا من هذا المنبر بتمنى من السيد هشام حسن محمد احمد الصوبات رئيس نادي الهلال، وهو متواجد في مصر منذ مباراه الهلال والاهلي اللي كانت في نهايه دوري المجموعات ومتواجد حتى الان، اتمنى منه انه على الاقل يقوم بمبادره هي حق قبل كل شيء لتقديم التهنئه وزياره النادي الاهلي في مغره، والواحد بهذا اهلا بهم في كل لحظه وفي اي وقت. بهذه المناسبه بنهني حقيقه الاهلي على الطروح المعماريه اللي هو بيفتتح فيها بشكل مدهش وشكل مسهل، وبيضم لدرجه انه الاهلي اصبح لديه مغارات يفاخر بها اعظم الانديه في العالم، وكان اخرها المغر اللي تابعناه قبل ايام قليله في التجمع تقريبا. ايوه. استاذ ياسر احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك، وكل التوفيق ليك دايما. شاكرين جدا. كلمات وانا اللي اسعد ومشكورين، وربنا يحفظ السودان ويحفظ يا رب، ربنا يحفظه ان شاء الله. ونشكركم على 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 شعوركم، ونشكركم على فتح قلوبكم وفتح بلدكم. يعني مصر فتح قلبها قبل ما تفتح بيوتها للأشقاء. وصحابة وسوف تعبر بإذن الله، ويعود الخير للسودان وللمنطقة بإذن الله.
شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير السوداني الأستاذ ياسر قاسم.